السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد في قناة عالم نمبر 1. زي ما أنتم عارفين أنه بداية كل موسم نعمل فيديوهات رائعة جدا عن العجول، وخاصة العجول التي في قطاع غزة. زي ما أنتم شايفين المواطنين يتجمعون لشراء العجول قبل الموسم بشهر، ونحن الآن في مزرعة أبو أنس أبو جزر، وهي مزرعة رائعة جدا وبها عجول من جميع الأنواع، خاصة عجول السمنتال وعجول الليموزين والعجول البرتغالي وعجول الشرارية بأنواعها، خاصة عجل الليموزين المعروف في قطاع غزة بأنه من أجود أنواع اللحوم. متابعة طيبة، ونسأل الله لنا ولكم القبول. هذا وبارك الله فيكم، إن شاء الله سنعرض لكم فيديوهات رائعة جدا، خاصة عند تنزيل العجول وربطها قبل العيد، خاصة يوم عرفة. وهذه الفيديوهات ستكون حصرية على قناة عالم نمبر 1. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وبإذن الله سنعرض كل جديد لكم.